هذول الكبار والعمالقه سرعه مرحبا بالمفاعل ترى، فما يكبرون ما يسيطرون على نفسهم. اقول له تحسين اذا عجوز عندكم شايب، يقول لك ها والله ما لحقت، رحت العب التواليت وقطرت وكذا. مرات العلاج، مرات علاج السكر، مرات علاج يعني علاج القلب، يصير عندهم رخاوه بالاعصاب مالت المثانه. واكثر شيء عند النساء، ليش النساء تعرفين لانه قد ما جابت ولادات وحمل، وخاصه الولادات الطبيعيه، بعدين سبحان الله ياثر انه يصير عندها رخاوه يعني خلينا نقول بالمثانه. فاني حتى هم اتجنبهم، طبعا راح يضوجون ويخجلون، تعرفين يعني تصير نفسيتهم تتعب، يحسوها خجلا. فاني حتى لا يعني اطلعهم من هذا يعني الشعور اللي هم يشعرون به، احاول اذا ساعدتهم ما احسسهم، احاول لانه الحاله النفسيه مالتهم قبل المرض، انه انا اعتني بحالته النفسيه حتى المرض يعني تدريجيا راح يقل. يجوز هو بقد ما يضوج يقرب نفسه يعفو كان يقطر، يجوز راح يعني تنزل العفو ادرار كامل. فضروري انه اراجعهم للطبيب، ضروري انه انا دائما اسندهم واكون وياهم، اطلع من حاله الكابه وانه ضايج ويعزل نفسه ويصير عصبي، هم لازم اتحمله. العمر والعافيه. تسلمي لي، انا اشكرك يا عمري، اخذت من وقتك.